بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث في الأسبوع الرابع المحاضرة الأولى منه لمادة اللي هو أخلاقيات المهنة. طبعا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن حقوق المحامي، وقلنا أن حقوق المحامي جعلته يختار الأسلوب المناسب في الدفاع والمرافعة وتقديم المشورات عن موكليه، كما أنه لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به أثناء تأديته لمهام واجباته. وكذلك من حقوقه أيضا أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجبات مهنته، سواء من خلال الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وأن يعامل بما يليق مع شرف وآداب المهنة. وكذلك يحظر تفتيش المحامي أثناء ذهابه إلى المحكمة، ولا يفتش مكتب المحامي إلا بحضور نقيب المحامين أو من يمثله من أعضاء المجلس. كذلك في حالة الجرم المشهود، أي في حالات التلبس التي قد تقع من اللي هو المحامي، يجب إبلاغ اللي هو نقيب المحامين أو من ينوب عنه خلال 24 ساعة بما يتم من إجراءات، والنقيب أو من ينتبه أن يحضر مراحل التحقيق. وبالتالي أيضا يدخل في نطاق أعماله، يجوز للمحامي أن ينشئ شركة محاماة أو أن يشارك أي زميل من زملائه على أن يتم اللي هو إبلاغ النقابة بمدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تكوين هذه الشراكة. كذلك قلنا أن مكتب المحامي يعتبر موطنا له وللمتدربين، على اعتبار أن كافة التبليغات التي تصدر عن المحكمة والأوراق المتعلقة بالقضايا تصل إلى عنوانه اللي هو مكتبه، وكذلك الأوراق الصادرة عن نقابة المحامين باستثناء المستندات والأوراق الخاصة بمجلس التأديب التي يجب أن يتم إبلاغها إلى المحامي شخصيا. وكذلك قلنا أن الأصل أن المحامي يتقاضى أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها، ولكن أحيانا هذا لا يمنع أن يوكل إليه اللي هو القيام بالمرافعة والمدافعة عن أحد الأشخاص الفقراء الذين ليس لديهم مال، فيتم مساعدتهم إما عن طريق النقابة، وإما يتم أحيانا توكيل محامي من قبل المحكمة التي تنظر اللي هي الدعوة أو التهمة التي منسوبة إليه، وذلك وفق ما يتراءى للمحكمة إذا كان المتهم فقيرا. كذلك يعاقب كل من اعتدى على المحامي سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل أو التهديد أثناء قيامه بأعماله أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، على اعتبار أن المحامي جزء من هذه المنظومة، وبالتالي يجب معاملته على غرار معاملة القضاء والوكلاء النيابة. وبالتالي طبعا قلنا يعتبر المحامي الجناح الآخر لتشكيل المحاكم. بعد أن انتهينا طبعا من اللي هو حقوق المحامي، طبعا زي ما لك حقوق هناك واجبات يجب على المحامي أن يلتزم بها، ومن ضمن اللي هو موضوعنا اليوم واجبات المحامي، بأنه يجب على المحامي أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة، سهل الوصول إليه لكي يستقبل زبائنه ويستقبل أوراق التي تصدر عن المحكمة. بمعنى زي ما سبق وقلنا أن المكتب لازم، على اعتبار أنه موطنا لأعمال المحامي لمزاولة مهنته. كذلك يجب أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والأمانة والنزاهة
وأن يكون مثلا يحتذى به وأن يقوم بكافة الواجبات أو جميع الواجبات التي فرضها عليها القانون فيما يتعلق طبعا بممارسة مهنة المحاماة، كذلك اتباع الأنظمة واللوائح والقوانين الصادرة عن نقابة المحامين وتقاليدها المنظمة لهذه الوظيفة. كذلك من واجب المحامي أيضا أن يبذل كل جهد في المرافعة والمدافعة عن موكليه بكل أمانة وإخلاص، وهو مسؤول في حال تجاوزه حدود الوكالة أو خطأه الجسيم، بمعنى أنه يخضع للمساءلة. والمطلوب من المحامي كما سبق وأن قلنا أن يبذل عناية المحامي المعتاد، بأن يقارن بزميله لو كان لديه هذه القضية ماذا يفعل، وليس مسؤولا أن يحقق نتيجة. طبعا هو يبذل أن طبعا دائما أي قضية تعتمد على البراهين والأدلة التي تقدم في معرض البينة. وكذلك أيضا يجب على المحامي أيضا أن يظهر خلال رؤية الدعوة أمام المحكمة بالرداء الخاص، يعني هناك لبس خاص خصص للمحامين، بل لا يجوز أن تترافع أمام المحكمة دون أن تكون لابسا لهذا الرداء الأسود، وهذا مطلوب ومنصوص عليه لدى بعض الأنظمة أنه يجب أن يكون روب لون أسود، وكذلك أمام محكمة البداية، وأيضا يستخدم أمام محاكم كافة أمام كافة درجات التقاضي، وأن يكون هندامه لائق ومحترم. كذلك ألا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس، بمعنى أنه إذا ثار خلافا مع زميل له فلا يحق للمحامي أن يرفع دعوى إلا بعد الرجوع إلى مجلس النقابة والحصول على إذن مبينا الخلاف أو القضية التي سوف يتم رفعها ضد زميله. كذلك يجب طبعا أن يشعر النقابة على المحامي، أن يشعر النقابة خطيا بأسماء الشركات والمؤسسات أو الفروع أو الوكالات التي يكون وكيلا عنها، أو أن يكون مستشارا قانونيا لها، وذلك زي ما قلنا خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تعيينه لهذا المنصب. طبعا هذه الواجبات المحامي التي يجب أن يتقيد بها، وذلك من أجل القيام بأعماله. كذلك هناك بعض المحظورات يحظر على المحامي القيام بها، وهي كما هو مبين في الأنظمة التي تناولت هذا الموضوع، ومن بينها أول شيء السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلان أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة. إذا لا يجوز للمحامي أن يتزاور مع المصابين في حادث طرق أو أي قضية أخرى من أجل اللي هو إيش؟ الحصول على قضية ما أو القيام بالإعلان عن نفسي، سواء عبر الوسائل المرئية أو من خلال المكتوبة. وكذلك عدم استخدام السماسرة والوسطاء لجلب القضايا لهم مقابل نسبة معينة أو مقابل جزء يدفع له من جراء جلب هذه القضية، بمعنى كأن يتفق مع السمسار بيقول له كل قضية أنت بتجيب لي إياها إلك 3% 4% حسب القيمة التي يتفقا عليها من خلال هذه المعاملة. كذلك يحظر على المحامي الشراء القضايا والحقوق المتنازع عليها. أحيانا قد يحدث أن تكون وكيلا في قضية ما وتحاول أن توهم موكلك بأن هذه القضية خاسرة، وأنك ممكن أن تشتريها بمبلغ معين لجبر الضرر عنه، وبالتالي لا يجوز لك أن تشتري أي قضية متنازع عليها، لا يجوز المضاربة،
لأنه لا يليق بمهنة المحاماة أو أن يقوم بها المحامي. وعلى الرغم أنه في بعض القضايا قد تحدث، أو بعض يعني نادرا ما تحدث، ولكن دون أن يشعر بها أحد، وهذا يعود إلى ضمير المحامي الموكل في تلك القضية. كذلك لا يجوز للمحامي أو يحظر عليه قبول السندات التجارية بطريق الحوالة الإسمية بقصد الادعاء بها دون وكالة، وبالتالي هذا ملزما على تنفيذ هذا المبدأ. كذلك أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوة التي كان وكيلا فيها، أو إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته. إيش معنى هذا الكلام؟ بأنه لا يجوز للقاضي للمحامي أن يشهد ضد موكله بخصوص الدعوى التي قد كان وكيلا فيها وانتقلت إلى محاميا آخر، أو أن ينتقل للشهادة ضد موكله، أو إفشاء سر قد قام موكله بائتمانه عليه أو عرفه عن طريق اللي هو سماع هذه الأمور أثناء اللي هو الجلسات. فلا يجوز له الإفشاء تحت أي ظرف بأسرار هؤلاء الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، حتى ولو أنه ابتعد عن القضية، أو أن القضية سحبت منه وتولاها محام آخر من اللي هو زملائه. كذلك يجب إعطاء الرأي أو المشورة لخصم موكله، بمعنى لا يجوز أن تلعب بإزدواجية، بمعنى أن تكون محاميا لمؤسسة وخصما لها، وأن تبدي استشارات قانونية إلى خصم هذه الشركة وتكشف له اللي هو المداخل والمخارج نظرك للاطلاع على أسرار هذه المؤسسة. وبالتالي لا يجوز لك إعطاء أي مشورة سواء كان قبل أن تكون وكيلا، يعني بعد انتهاء الوكالة فيها، أو بأي دعوة ذات علاقة ولو بعد انتهاء الوكالة. إذا المبدأ الأساسي هو من واجبات المحامي أن يحافظ على سرية قضيته، وألا يسلك أي عمل مهما كان يلحق ضررا باللي هو موكله السابق، حتى لو انتهت القضية وانتهت وكالته. كذلك لا يجوز للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من مكتب محاماة أو من شركة محاماة، بمعنى لا يحق لك أن تعمل منفردا وإلى جانب أن تكون شريكا، أو أن تعمل في عدة شركات أو لصالح عدة شركات. كذلك لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، ولا أن يمثلوا في أي دعوة أو معاملة لفريقين مختلفي المصالح. معنى الكلام هذا بصحش لك إنك تكون خصم لأحد زملائك الذين تعمل معهم من خلال الشركة، أو حتى اللي هو الزبائن الذين يتعاونوا اللي هو يتعامل مع ذلك المكتب، لأنه أحيانا قد تطلع أسرار وخفايا تلك القضية، الأمر الذي قد يلحق ضررا في هؤلاء الناس. كذلك لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات التالية: عن طرفين متخاصمين في دعوة واحدة، مينفعش تكون أنت مع وضد أحد المتخاصمين، ضد موكلهم مقتضى وكالة عامة، يعني أنت موكلك في وكالة عامة وسيادتك تتفضل أنك تروح تترافع ضد الشخص الذي ائتمنك وأعطاك وكالة عامة تدير أمواله أو عقاراته. كذلك يمنع على المحامي اللي هو الترافع ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوة أو الدعوة المتفرع عنها ولو بعد انتهاء وكالته. طبعا
ضد أي جهة لا يجوز للمحامي اللي هو المرافعة ضد جهة سبقا أطلعته على مستنداتها الثبوتية وجه دفاعها ودفاعها أو دفع أتعاب عنها أو تقدم مقابل أتعاب عنها استوفاها منه سلفا. وهذه طبعا تقريبا اللي هو على الأعمال التي يحظر على المحامي القيام بها تحت طائلة المسؤولية. أما فيما يتعلق عن الجزاء في الجزاء المترتب على الإخلال بتلك الواجبات، طبعا أنتم عارفين أن كل محامي يخل بواجباته المنصوص عليها في القانون وفي الأنظمة الصادرة أو ذات الصلة أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس اللي هو مجلس النقابة، أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف وآداب وأخلاقيات المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التالية. أول طبعا دائما يسبق اللي هو أي المخالفات الإدارية أو ما ذكرت سابقا، أولا التنبيه، يعني بتم التنبيه على المحامي، وفي هذا تدخل في نطاق العقوبات التأديبية. مو بعد التنبيه ممكن التوبيخ، وبعد التوبيخ يأتي المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات. رابعا الشطب النهائي من سجلات المحامين. وطبعا هذه العقوبات التأديبية مجال إعمالها اللي هو حسب طبيعة الجرم أو المخالفة التي ارتكبها المحامي. وبهذا نكون انتهينا من الجزاء طبعا من واجبات المحامي واجباته والمحظورات التي تقع على عاتقه، وأيضا عن الجزاء المترتب على اللي هو إيش الإخلال بواجبات أداء المهنة. ننتقل إلى موضوع آخر ألا وهو أخلاقيات القاضي. قلنا إحنا إنه كافة الأمور هذه تدخل في نطاق أخلاقيات المهنة، سواء كان قاضيا أو كان محاميا أو كان وكيل نيابة، وكل من يعمل في مجال سلك القضاء يجب أن يتحلى بهذه الأخلاق الحميدة. وبالتالي أن القضاء علم وخلق وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وثقة بالنفس، أمانة واستقامة وثقة. ومن هنا يجب على القاضي أن يكون ملزما بالتمسك بالأخلاق الفاضلة والوقار والهيبة، وعليه يجب أن يلتزم له ضبط النفس والهدوء وسعة الصدر في الاستماع، بأن يكون مستمعا أكثر من أن يكون متكلما إلى الخصوم طبعا، وأن يكون غني النفس زاهد صادق القول مخلصا في عمله متواضعا لديه عزة نفس نزيه النفس. يعني إيش ما تتكلم عن الأخلاق الحميدة هل يجب أن تنطبق على القاضي، على اعتبار أن مختلف شرائح المجتمع أو مختلف أفراد المجتمع دائما تراقب سلوكيات وتصرفات القاضي، وتعتبر أن كل من أخل بتقاليد هذه المهنة تعتبر غير مقبولة، لأن القاضي يعد مثلا يقتدى به على غرار رجال الدين. كل تصرف أو كل حركة أو أي عمل يقوم به يكون تحت المجهر ومراقب، وإلا فإذا ما فقدنا الثقة في القاضي فقدنا الثقة في القضاء ككل. وبالتالي يجب على القاضي أن يكون مبتعدا عن الشبهات، وأن يجب والابتعاد قدر الإمكان مع المشاكل مع الآخرين، حتى لا يقال أن القاضي يستخدم نفوذه أو مهنته لكسب مصالح
أو لتعزيز مصالح أو التأثير على مصالح الغير، وأن يتأثر بما تنقله وسائل الإعلام من انطباعات حول قضايا معروضة عليه، وأن يحكم ضميره وقناعته وفقا للقانون، وألا يتأثر برأي الجمهور، ولكن الفيصل بالنسبة له القوانين ذات الصلة التي يجب عليه تطبيق القانون تحت طائلة أنه لا يجوز للقاضي أن يخالف نص قانوني. وهذا لا يعني أن القاضي يعيش في عزلة عن الناس والمجتمع، فهو كائن مجتمع في المجتمع يتأثر ويؤثر فيهم، ولكن بقدر هيبة هذه المهنة أو المنصب الذي يتبوأه، فهو يشعر بما يشعر به الآخرون، وهو ابن بيئة يتعايش مع العصر والمجتمع فاعلا ومتفاعلا ذهنيا وثقافيا. وقلنا القاضي تحت المجهر يجب أن يكون قدوة، وتحسب عليه كلماته وتصرفاته وعلاقاته في عمله وخارج عمله، فليس هناك ما يمنع القاضي من المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وذلك من خلال إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات أو إلقاء بعض الدروس ضمن تخصصه، أو ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي لا تنقص من هيبته ومن وقار مهنته. وعليه سوف نتناول بعد ذلك اللي هو دراسة وثيقة الشارقة حول أخلاقيات وسلوك القاضي الصادرة عن المؤتمر 11 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وإن شاء الله سوف نتحدث في المحاضرة القادمة من خلال اللي هو الزوم عن وثيقة الشارقة والأخلاقيات والمبادئ التي تحدثت عنها، وإن بقي وقت سوف نتحدث عن مضامين القواعد التي نصت عليها لأخلاقيات القاضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.